جوزيف سابا مسيحي سوداني يعيش في العاصمة السودانية جوبا منذ 30 عاما، ويقول إنه عندما أتى إلى هنا كانت جوبا قرية صغيرة تنتشر فيها الأوبئة، والجثث كانت منتشرة في كل مكان. الذين أتوا إلى هنا من الخارج بعد 7 سنوات تفاجأوا بجوبا، فهي كانت قرية صغيرة لكنها تنمو وتنشأ الآن. إنها إشارة جيدة، فنحن نتشارك. سيارات الدفع الرباعي وقطعان الماشيات تتنافس لتجد مكانا تسير فيه في شوارع جوبا، ما يؤشر إلى أن المدينة تسير نحو التحول. المباني الجديدة ترتفع في كل مكان، وهذا المبنى عيادة صحية جديدة، وهنا شركة عقارية. فنادق ومطاعم كثيرة أنشئت هنا منذ توقيع اتفاقية السلام عام 2005 التي أنهت الحرب الأهلية مع الشمال، والزوار بات بإمكانهم أن يرتادوا المقاهي في فترة ما بعد الظهر على مقربة من نهر النيل. ما زالت قرية صغيرة لكنها تنمو بسرعة. رأيت وجوها جديدة خلال الاستفتاء. أعرف أن هناك الكثير من المستثمرين الذين يريدون أن يستثمروا هنا، وأنا متأكد من أن أناسا أكثر من مناطق مختلفة من العالم سيأتون إلى جوبا قريبا. لكن الآلاف في جوبا لن يتمكنوا من التمتع بهذه الثروة الموعودة، فالحياة صعبة للغاية خصوصا للوافدين الجدد. بالنسبة للمدن والقرى سيكون هناك أحياء فقيرة حول المدن الكبرى، فلو أن الخدمات تصل للناس وهم في قراهم لما أتوا إلى المدينة. لكن الطريق ما زال طويلا. هذا الفندق في جوبا الذي نزلت فيه الملكة إليزابيث عام 50 وكان مقصدا للسياح الأثرياء أصبح اليوم ملعبا للأطفال، والعائلات التي تعيش فيه أخبرت أنه عليها إخلاؤه في شباط المقبل مع بدء أعمال تأهيله، مؤشر على أن قليلين جدا سيسيرون على درب الازدهار في جوبا.